السلام عليكم خوتي اخواتاتي، واهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ها نتوما شوفوا، اولا هاد التاتواج ما بغاش يمشي، راني عملت لي حتى جافيل وعملت لي شويه ديال الصابون، المهم ما زوين كيشد. ماشي هذا هو اللي جايبني، اللي جايبني وهو رانيا عندها اصدقائها وصديقاتها وبغاو كسكسو، بغاو كسكسو ورغباتني وجابت لي يعني هاد الطريف ديال اللحم، جابت لي جوج ديال طرفات اللحم كبار، خديت غير واحد صغيوه. وهنايا قلت لها سيري الكونجيلاتور عندكم، ونعدت ليها وجابت لي طريف ديال اللحم ديال راس، يعني راس مهلس على ربعه من دوك اللي الاب يعني باها كيشري وكيعمل في الكونجيلاتور. الوغ هنايا خلاصو فوق راسو، عملت البصله لتحت، البصله البنات ديال المجمد، انا ما كنشريش البصله طريه. عملت البصله لتحت وعملت الخرقوم البلدي سكنجبير شويه ديال الابزار، مطيشه قطعتها طريفات، وكنزيد وكذلك مطيشه بلاتي. دائما البنات انا كنزيد مطيشه هكا فوالا، غادي نشحرهم ونرجع لكم. يعني الكسكسو غادي تجيو باش يديوه. هانتوما البنات راه غير كيبدا يغلي واحد شويه هكا، صافي كنمرق، كنعمل له انا خلاصو فوق راسو. دابا غادي نسد الكوكوط وغادي نخليه حتى يطيب مزيان ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما طاب يعني اللحيمه مع داك الطريف تاع الراس، ما غاديش نخليها البنات هذاك الطريف ديال الراس، غادي نحيدو على ود رانيا صحابتها، ما بغاتش صحابتها يشوفو. ناني مت بالضحك في التليفون، قالت لي ويلي عندك صحاباتي يشوفوا داك الشيء. المهم انا عملت الفول عندي من المجمد، هنا عندي جوج طريفات ديال القرعه من المجمد. هاد الخضره البنات انا ديال الصوبه، وهنا عندي اللفت من المجمد، وهنا البنات عندي خيزو وجوج ديال البطاطات. راه ماشي حيت كسكسو غادي نعملو كسكسو، حقا خصنا نتقداو اللي عندك، اللي عندك اختي عملي ليه كسكسو. الا كانت عندك البنه راها عندك، ولا ما كانتش عندك البنه واخا ما حتى شي يجيبو ليك. اذا غادي نخليه يطيب واحد شويه ونعمل نبدا السميد دابا. وهنا واحد القبيطه ديال القزبه وشويه المعدنوس. ها نتوما البنات انا الكسكسو كنعملو في الكسكاس، المرق لا باقي في الكوكوط كيطيب. اذا عملت التفويره الاولى غادي نعمل غير جوج. ها نتوما البنات التفويره الثانيه، راه الكسكسو كله خدا ليا نص ساعه المكانه، والله العظيم ما فات ليا نص ساعه المكانه. التفويره الاولى يعني انا الكسكاس كنعمل فيه غير الماء، كنعمل فيه الماء، كنعمل فيه واحد الضامات البنه ديال الخضره. صافي هاد التفويره الثانيه هي وجدات. فوالا ها نتوما البنات ها هو طاب. انا ما كنبغيش المرق ديال الكسكسو يكون خاتم، ما كنبغيش البنات. المهم الكسكسو ديالي كلشي كيموت عليه، غادي نسقيه. واحد النصيحه نعطيها لكم، ملي كانوا وليداتي صغار ودابا دابا نيت باقا كنعملها ليا انايا، كنعمل شويه المرق زايد، ودائما كنخلي واحد تقريبا واحد الزليفه صغيره كنخليها ملي كي وليداتي كانوا صغار، بالاخص كيجيهم الجوع، كنت كناخذ داك المرق اللي بقى اللي احتفظت به وكنعملو في كاسرونه، وكنعمل فيه لي بات، كنعملو لهم يا اما بنسال الطير يا اما بديك المقارونيه الصغيره، كيجي بنين المرق ديال الخضره ديال الكسكسو. دائما كنت كنشيط باش كنعمل لوليداتي، وكنت كنحتفظ به في الثلاجه. دابا حاليا كنشيط شويه كنحتفظ به في الثلاجه، ملي كنبغي نعمل شي صوبه سريعه ما كتكونش عندي عفوا صوبه، كناخذ هذا المرق هذا وكنعمل فيه شويه ديال نصل الطير ولا ديك الشعريه رقيقه، كيجي خطير، شوربه زوينه. نسقي ونرجع لكم. ها نتوما البنات هي القصيريه ديالهم، خاصكم تعرفوا بما ولاد اليوم ما كياكلوش بحالنا حنايا، يعني كل واحد غادي ياخذ طبيسيلو، كل واحد غياخذ شويه. عملت لهم غير سكيلو ديال السميد، ورانيا هي واقفه حدايا باغا تدي القصريه ديالتها، انا ود بيني وبينهم غير خمسه ديال الدقيق على رجليها.
فوالا المرق انا بقى عندي شويه، قلت لها واش بغيتي نزيدكم المرق؟ قالت لي اعمليه ليا فواحد القاعه، غادي نعملوا ليها في القاعه وغادي تدي معاهم. الكسكسو كيف قلت لكم راه ماشي خاصنا نمشيو نتقداو ليه نهار الخميس نفيقو الصباح ونمشيو نجيبو، راه الا عندك غير خيزو وعندك البصله وعندك مطيشه وعندك حبيبتي الا كانوا عندك هاد ثلاثه تعملي كسكسو، فما بالك انا كان عندي شويه ديال اللفت في المجمد والقاعه اللي هما دابو طلقوا البنة ديالهم، ها هو باقي القريع. وبيان سور كو كان عندي الحمص كون عملتو لهم على ود كيبغيو هما البواشيش. واللحم رانيا هي اللي قالت لي عملي جوج، جابت ثلاثه ديال الطروفه هكا، انا عملت لها غير طرف واحد وقلت لها دابا واش بغيتي دابا نشحرهم لك؟ قالت لك لا سي بون فوالا. اذا هما باغيين ياكلوا كسكسو ما باغينش ياكلوا اللحم، هذا غير ديال بنيه تاع البنات. تبارك الله عليكم، الى شهيتك غدا ان شاء الله نودي عملي كسكسو الى جا، حيت انا هذا ما غناكلش منه حيت ما عزلتش ليا شويه يعني بلا لحم. الى جات يعني الموت وداتنا غدا وبقات تبقى فينا ديك اللهفات الكسكسو، اي حاجه تشهيتيها نودي طيبيها. يلا تبارك الله عليكم، هاكي هاكي راني لا خدي القرعه من هي.